بنات يا بنات يا بنات، اللي ما خلفش بنات ما شبعش من الحنية. اهلا بكم يا اصدقائي، النهاردة انا رهف وليد هعلمكم الحرف الخامس من حروف الفرنساوي. يلا بس استنى، عاوز اقول لكم حاجة قبل ما نبدأ الكلمات بتاعته. الاي بيكتب بشكلين، شكل ماجيسكيل والشكل التاني مينسكيل. يلا بقى في مجموعة الكلمات. اول كلمة هنبتدي بيها هي كلمة إليف. إليف 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 إليف، التلميذ او التلميذة اللي بيروح المدرسة. رددوا معايا إليف إليف إليف. وانتوا طالعين من البيت او نازلين من البيت، نازلين على ايه وطالعين على ايه؟ على الاسكاليه اسكاليه. رددوا ورايا اسكاليه اسكاليه. الكلمة التالتة هي اسكارغون 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 اسكارغون. يعني ايه اسكارغون؟ يعني الحلزون، شايفين عندكم في الشاشة. النجمة بقى اسمها ايه؟ اسمها اتوال 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 اتوال. رددوا معايا اتوال، النجمة اللي في السماء. رددوا معايا اتوال اتوال. الكلمة اللي بعديها هي بيبي بيبي بيبي، اللي ماما بتخلفه بنقعد نلعبه معاه. يلا بقى عندنا كمان كلمة، الحيوان الضخم الكبير ده اسمه ايه؟ اسمه اليفون اليفون. رددوا معايا اليفون اليفون. بكده هندخل على التدريبات عشان نشوف مين مركز معايا ومش مين مركز معايا. يلا البنت او الولد اللي في المدرسة تلميذي، بس اسمهم ايه يا ترى بالفرنساوي؟ برافو 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 برافو. إليف 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 إليف. نطلع على ايه؟ ننزل على ايه؟ برافو برافو على الاسكاليه اسكاليه. رددوا معايا اسكاليه. الحلزون اسمه ايه؟ اللي عنده كوكب اسمه ايه؟ برافو 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 اسكارغون اسكارغون اسكارغون. رددوا معايا اسكارغون. النجمة اللي في السماء الحلوة الصفرة اسمها ايه؟ اسمها ايه بالفرنساوي؟ اسمها اتوال اتوال. رددوا معايا اتوال اتوال اتوال. البيبي نونو اسمه ايه بالفرنساوي؟ برافو 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 عليكي برافو. بيبي بيبي، نقعد نلعبه معايا. رددوا معايا بيبي بيبي بيبي. الحيوان الضخم ده اسمه ايه؟ برافو 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 عليك برافو. اليفون. يلا رددوا معايا اليفون، هو الفيل اليفون. احنا كده في الفيديو ده اخدنا 6 كلمات فيهم حرف الاو. يلا نعيدهم تاني عشان نتأكد. إليف 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 إسكارغون 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 إسكاليه إسكاليه إتوال 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 إتوال. بيبي بيبي بيبي. إليفون إليفون. شكرا جدا، كان معاكم رهف وليد، اشوفكم في الحرف الجاي ان شاء الله. مع السلامه. اوغفاغ.